أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية. جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عقب لقائها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء. استقبلت محافظة الدقهلية محصول القمح خلال موسم التوريد 2024 بالشوان والصوامع بنطاق المحافظة، حيث وصلت الكميات الموردة إلى 13836 طنا حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 من إبريل الجاري. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح، باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل الاكتفاء ذاتيا من إنتاج الغذاء المحلي. بتشكل لجنة من مديرية التموين الدقهلية، عبارة عن عضو من مسؤول من التموين هو رئيس اللجنة، وعضو من سلامة الغذاء، وعضو من جمعية الأباني، وأمين عهدة تبع الجهة المسوقة، حيث يقوم المسؤول عن سلامة الغذاء باتخاذ عدة عينات من الأقماح لمعرفة نسبة الرطوبة ودرجة النقاوة. طبعا الموسم من السنة دي مبشر بالخير إن شاء الله بإذن الله، لأن حتى يعني اللي احنا شفناه في صومعة بني عبيد إن الموسم مبشر فعلا، يعني لأن تم افتتاح الصومعة يوم 15/4/2024 وبتاريخ يوم 15/4 بعد الافتتاح مباشرة تم استلام القمح في يومه، لأن كان يوجد عربيات انتظار وسيارات انتظار لدخول التوريد. تم استلام يوم 15 يوم مفتاح 445 طن خلال يوم الافتتاح. والله الأسعار حلوة، أسعار ما كناش بنشوفها على السنة اللي فاتت، أسعار حلوة الحمد لله، يعني دعم الفلاح ونحاول نتمنى في الزيادة عشان الفلاح يتشجع على زيادة غلة وتبقى أرضية كلها غلة عشان ما نزودش غلة من بره، والحمد لله يعني ربنا ديما نعم على الفلاح. الحمد لله السنه دي المحصول حلو والانتاج حلو والسعر كويس 2000 جنيه، السنه اللي فاتت كان 1500، وما شاء الله المعامله حلوه في الصوامع، ناس محترمين. تواصل صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية استقبال الأقماح تزامنا مع انطلاق موسم حصاد القمح، وشهد مجمع الصوامع إقبالا كثيفا من المزارعين والموردين، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من أقماح بكافة صوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتى الآن ما يتجاوز 3700 طنا. صومعة هنا معدة كميتها الساعة التخزينية بتاعتها 30,000 طن، فيها 6 خلايا كل خلية بتاخد 5,000 طن. طبعا التوريد لسه احنا بقالنا ثالث يوم النهاردة، وما شاء الله يعني ربنا يزيد، يعني كنا بنقعد الأسبوع الأولاني ما فيش قمح، لسه احنا بادئين النهاردة داخلين فوق 1500، وكل يوم بيعدي 300-400 طن. طبعا توريد القمح ممتاز جدا لدرجة إن هي الحباية اكتملت نضجه بسبب الجو والعوامل الجوية اللي ما حصلش حر زيادة عن اللزوم. أعلنت وزارة الزراعة وصول إنتاجية فدان القمح في محافظة دمياط إلى 27 إردبا للفدان كنتيجة لتجربة تقدير الإنتاج والتي تم إجراؤها من قبل أجهزة إدارة الإحصاء. وأكدت الوزارة أن الالتزام بالسياسة الصنفية لمحصول القمح واتباع توصيات الحملة القومية للقمح بدمياط من أهم الأسباب الرئيسية للوصول إلى هذه الإنتاجية العالية، حيث تم زراعة 36.1 ألف فدان هذا الموسم مقارنة ب 31.1 فدان الموسم السابق بزيادة قدرها 5,000 فدان. زرع عندنا حوالي 36,000 فدان بزيادة عن الموسم السابق 5,000 فدان. في مساحات الحمد لله تم زراعتها من الأصناف المختلفة طبقا للسياسة الصنفية بالتنسيق مع وزارة الزراعة. كان منزرع عندنا أصناف جيزة 171 وساخة 95 وسدس 14 ومصر 3، هذه الأصناف أصناف جيدة عالية الإنتاج مقاومة للأمراض وبتتلائم مع الظروف المناخية. كصاحب أرض عندي اللي بشكر الدولة أن هي
وفرت لي الدعم ان انا اقدر ازرع محصول القمح ويطلع عندي انتاجيه كويسه، ولان القمح ده يعني محصول استراتيجي والدوله بتعتمد عليه اعتمادا كليا. انتاج حلو السنه دي و95 ويعني بتجيب يعني انتاج حلو وما اصلاش حصل. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعد أن قللت إيران من شن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21% لتسجل 87 دولارا و29 سنتا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% لتصل إلى 83 دولارا و14 سنتا للبرميل. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتسجل دولارين و55 سنتا للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 28% لتسجل دولارا واحدا و75 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباطأت الاستثمارات الأجنبية في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يبرز صعوبة جذب بكين لمزيد من الأموال الأجنبية لتعزيز اقتصادها. وبلغت الاستثمارات الأجنبية الفعلية الجديدة في الصين 87 مليار يوان، أي ما يوازي 12 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، وفقا لحسابات وزارة التجارة، بما يمثل انخفاضا بنسبة 38% مقارنة بالشهر نفسه من 2023.